احمد طه النقري المتحدث باسم الجمعيه الوطنيه للتغيير. احنا طبعا راصدين وشايفين ان في حمله منظمه لتشويه ثوره 25 يناير والهجوم عليها. احنا كجمعيه وطنيه للتغيير بنمثل ضمير الثوره وقوى وطنيه وثوريه اخرى وحركه كفايه. النهارده بنبدا حمله للدفاع عن ثوره 25 يناير، وبنقول ان ثوره 25 يناير هي الثوره الام، ولولاها ما كانت 30 يونيو ولا كان الدستور ولا كان انتخابات رئاسيه ولا كان عبد الفتاح السيسي. وهنتقدم ببلاغات للنائب العام بتحريك جرائم الفساد الحقيقيه ضد حسني مبارك، بجرائم يعني تخريب البلد وتخريب القطاع العام والفساد السياسي، وهي جرائم تصل الى الخيانه العظمى. ايضا سنتقدم بطلب الى رئيس الجمهوريه لاصدار مرسوم بقانون يجرم الاساءه الى ثوره 25 يناير باعتبارها مخالفه للدستور وانتهاك للدستور. طبعا البلاغات دي فيها ادله لكن تم تجاهلها في العصور السابقه، لكن احنا بنحط ده امام النائب العام الحالي وبنحمله مسؤوليه التحقيق لانه هو محامي الشعب.